مراجعة القوانين ورقمنة الإدارة كأولوية لمواجهة شبح البيروقراطية الذي لا يزال ينخر مفاصل الأجهزة الإدارية في الجزائر ويكبل المصالح العامة ويعرقل عجلة التنمية. هذا ما يظهر في تصريحات مسؤولين رسميين باتوا يشتكون من هذه الآفة إلى جانب المواطن البسيط. هذا كل مصالح تحديدا، هكذا قال لي تعمس الغانم، ما هيش مشكلتي أنا، هذا كل مصالح تاع الدولة تحت يدك، يقعد معاك وتحاول تلقوا حلول انصامل، ما رايش كل واحد دولة واحدة سبحان الله العظيم. ما الوزير يشكي، الوزير عنده حق مسؤول يتخذ قرارات يعاقب مقصرين ويتخذ إجراءات ويصدر التعليمات، إيش يخرج لأنه إذا كان مسؤولين يشكي وشكون الشعب هذا اللي وش يقول. الأمر الثاني هو الإسراع في الذهاب إلى الرقمنة، لأنه الرقمنة تقطع الطريقة للبيروقراطية وتسهل تواصل الناس مباشرة وكل إجابة آلية على انشغالات الناس. والخطوة الثالثة أن يعني تحتاج إلى مراجعة بعض القوانين، هناك بعض القوانين يعني تأخذ هذا يعني لا تلزم أي جهة بأجل محددة. الذهنيات التقليدية للموظف تبقى العائق الأكبر في تطبيق القوانين رغم توجيهات السلطات العليا للبلاد في حلحلة الملفات العالقة على مستوى الإدارة. هذا ما أكده مسؤول من الجماعات المحلية. فيما يخص عملية رفع التجريم على المسير تدخل في إطار سياسة الدولة، وذلك من أجل وضع المسير في أريحية، من أجل أخذ روح المبادرة من جهة، ومن جهة أخرى من أجل التكفل بانشغالات المواطنين، وهو صلب الموضوع، لأن المسير في حد ذاته وجوده هو من أجل تسيير الملفات ومن أجل أيضا معالجة القضايا والمشاكل المطروحة من طرف المواطنين. بين سن قوانين تحمي المسير وترفع التجريم عن اجتهاداته لحلحلة المشاكل، وبين سن قوانين أخرى تراقب وتعاقب من يعرقل مصالح المواطن والدولة من المسؤولين، تبحث السلطات عن توازن يحقق المطلوب ويرفع الجمود.